مشهد بقى من خلالكم انتوا الاثنين. يلا يلا بينا. يلا الاول يا استاذ. هنتفرج على البنك الاهلي كان بيفكر ازاي، كابتن خالد جلال محضر الماتش ازاي. تحيه كبيره برضو للراجل يعني. ستوب، هو الراجل مطلع لعيبته كلها على مفاتيح الزمالك اللي اتعود الزمالك يبني عليها. الزمالك بيقدم اللعيبه ويسيب طارق حامد على الدايره، المنافسين كلهم بيرجعوا لورا بيخافوا من الكرات الطوليه. لا، احنا هنغير السيستم علشان نضايقك، لان المدربين كلهم بيذاكروا وانت اتحفظت. فهو بقى نقطه انت اتحفظت دي اللي محتاجه شغل. فتعال نشتغل، يلا نشغل الفيديو. هتلاقي ان امام عاشور طالع عليه حد، طارق حامد طالع عليه حد، شايف ستاره من اربع لعيبه، وحمزه المسلوسي طالع عليه حد. شكرا، ماتت الهجمه. فدي كان الجانب الدفاعي. طيب في الجانب الهجومي انت كمان اتحفظت، فبالتالي لما الزمالك بيبقى ماسك كوره وبيحاول يطلع وبيحاول يلاقي مساحه، طارق حامد متراقب، بيخسر الكرة ببالونه بسيطه جدا ما فيهاش اي حاجه خالص، وبتكون الدنيا بقى كمان على المستوى الدفاعي فيها مشكله. بص تكتيك، هم راحوا لقلب الدفاع، قلب الدفاع عدل، نزل على لاعب الارتكاز، واحد فاتح الملعب على اخر الشمال عشان عارفين كويس ان لعيبه الزمالك بتلعب على خطوط ضيقه. معلش ده فك الضغط باربعه عليه بسهوله يعني بفنتايه بالظبط. هاتوا كده يا جماعه، هاتوا ارجعوا معلش بالكره اللي فاتت دي برده من محمد فتحي اللي خلص من الضغط. لا هو رجع يعني من الاول قوي، رجع من اول الهجمه، انتوا رجعتوا من اول امبارح. ما عادي عادي، علشان يعني ما فيش مشكله، هي تبين لك كمان. بس الفكره بتاعت ان هم عندهم حاجه عايزين يعملوها. شايف هو رجع ما راحش من اسامه لدبش ومن دبش لمحمد فتحي في عمق الملعب. بص فين بقى، بص هنا اربعه يا جماعه، سيف واوباما وطارق، عشان في اتنين بيحموا الدايره، وده العادي بتاع الزمالك. في غلطه عند اوباما بكل تاكيد، بس في واحد قاعد مستني المساحه اللي دايما بتكون فاضيه علشان عبد الشافي بيبقى ضامم لجوه، وده تكتيك الزمالك اللي كسب بيه الدوري. بس انت كسبت الدوري السنه اللي فات، الموسم اللي فات. الموسم الجديد في ابديت نزل، صحيح حضرتك نزلت الابديت ولا لا؟ ده السؤال. ستوب، انا بقى عايز اتكلم معاك في المشكله. موضوع التركيز، احنا بنلعب على مساحه، فواحد بيجري والتاني بيدي له الكره في المساحه. طيب الباص ده لو طلع للراجل اللي بيجري، لعبد الشافي اللي بيجري بين المساحات، بص المساحه بين قلب الدفاع والباك اليمين قد ايه، هيروح جول خلاص. طيب بص بقى اللي حصل، مبروك يا اجري بقى، اجري بالكوره وخش. ضيعت، خش في الزحمه، ضيعت. طيب هل ده حصل مره واحده؟ لا، حصل كذا مره بشكل غريب جدا بالنسبه لي. ستوب، واحده ايه، واحده ايه، واحد ضد واحد، وباهر كسب بنشرقي، خلصت واحده ايه. دينيس الزيري انت اصلا الميزه الرئيسيه فيك انك سريع وبتجري على الجول. انت انما سيف الدين الزيري ما بيجريش على الجول، والباص ما بيطلعش. فبنروح لفكره عايزين نرقص، عايزين نخش في الزحمه. اتفرج معايا يلا. عايزين نخسر الكوره. وهنا في نقطه يا زيزو عايز اتكلم عليها، شايف قطعت سيف الدين الجزيري اللي مش صح، رايح في الزحمه بدل ما اروح للفاضي. شايف كل اللعيبه واقفه بظهرها، محدش بيجري. الرن، اجري اجري، هتشد فرقتك. كملوا الحلقه يا جماعه، كملوا الحلقه، كمل الفيديو بالظبط كده. فانت شايف اهي، خلاص هي سهله اهي، جري اهو. لا ففي حاجه مش مظبوطه. تعالى نتفرج، هل ده حصل بس في ماتش الاسماعيلي فكان ازمه؟ لا، بس مفيش حد بيتحرك فعلا، يعني مفيش حد بياخد انت عمال تجري، مفيش حد بيتحرك على المساحه اللي فضيت بين قلب الدفاع والظهير. فبتقوم ايه، رامي كرات عرضيه. ما انا ما عنديش راس حربه بيجيب كرات عرضيه. اللي انا بتكلم فيه ده اساسيات، ولعيبه الزمالك كان طول الوقت بتعمله. ايه اللي اتغير؟ شايف واحد اتحرك فك الملعب، يعني بمنتهى البساطه استلم الكوره، انما بقيت زمايله بقى ما اتحركوش. حركه بطيئه جدا. بص لو انت هنا عملت الاوفرلاب لحمزه المسلوسي، انت زقيت البنك الاهلي ودربكتهم، انما انت اديتهم العرضيه السهله. ما هم واقفين صح، ما هم واقفين بعدد بكثافه اربعه، واقفين بشكل ممتاز. يبقى في قله تركيز مضيعه اساسيات. فانا بالنسبه لي ده اللي انا حلو قوي التوصيف ده، قله تركيز مضيعه الاساسيات بتاعت اللعبه بتاعت باصي الراجل على الخط اهو، انما لا، انا لازم اباصي بالجنب فيكون الراجل قفل مساحته، فما بقاش فيها لازمه الباص. فالموضوع ده فضل مستمر تقريبا معظم وقت المباراة.